السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا المواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا لنا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. عندك اخبار حلوه باذن الله، توقعات جميله، بس اهم حاجه ركز. اخر الفيديو هنقول لك رساله ربنا ليك ايه. ان شاء الله باذن الله تكون رساله قويه جدا وترد على تحقيق حلمك او على الامنيه اللي انت بترددها في حياتك. الله اعلم انت مستني من ربنا ايه. انصحك الفتره دي بالهدوء التام عشان هيكون عندك اخبار الفتره اللي جايه مهمه جدا جدا، هتعمل فيها كذا موضوع مهم. وعايزه ابشرك كده علشان انت عايز تعرف الموضوع اللي انت فيه هينجح باذن الله، المشروع اللي انت داخل فيه، عشان ربحك هيزيد. فرصة عمل جديدة، فرصة شغل جديدة، هتزود الدخل بتاعك، هتزود منك الإبداع والتطورات، هتحافظ على قدراتك. انت ماشي في طريق علاج، انت بتاخد علاج ولا بتعالج نفسك ولا بتعالج حد عندك، ولا انت بتحب الرياضة، في حاجات عندك انت ماشي فيها او ناوي تعملها او بتعملها، الله اعلم، حاجات كتيرة جدا ناوي تتخطى وناوي تطلع نفسك منها. الرسالة اللي جاية لك هتفاجئك ومش هتكون في حسبانك، هتعوضك عن انطفاء قلبك او انطفاء صدمة انت بتعاني منها او من حيرة بالك مشغول منها. الوضع اللي عندك هيتحسن 180 درجة وهيكون عندك دعاء مستجاب. الدعاء ده طول انتظار او طال مدة ان انت بتدعي كتير بيه، بتردده كتير جدا. فالايام اللي جاية في اكتشاف غطى عنك، اكتشاف امور في حياتك كتير جدا، اكتشاف كذا حاجة معينة باذن الله، وهتختار الطريق الصح علشان حياتك هتكون مليئة بالامور الجذرية او بالامور اللي مختلفة اللي هتحصل عليها مع اخبار طال انتظارها. طيب، اتصال حلو، اتصال طال انتظاره، رجوع حد من الماضي، قبول لفرصة شغل، لفرصة تحسن الوضع اللي انتوا فيه. هتطلعوا من الانزعاج اللي انتوا بتمروا بيه حاليا، وهتوقفوا التنازلات، هتوقفوا التضحيات شوية، مش هتفضلوا طول الوقت تضحوا طبعا، مش هتفضلوا طول الوقت تتنازلوا طبعا. وزنتوا او هتوزنوا علاقات، هتوزنوا امور، هتصلحوا حياة مختلفة لحياتكم، متقلقوش خالص، عندكم تقدم حلو جدا. راحة، شفتوا تعب وشفتوا ظلم، حان وقت ان انتوا ترتاحوا، حان وقت ان انتوا تبصوا لنفسكم، حان وقت ان انتوا تشتغلوا على اي حاجة تخص الحياة بتاعتكم. عندكم هنا بسم الله ما شاء الله أمنية هتتحقق الأيام اللي جاية، وهيبقى في تواصل بينكم وما بين حد اتعمل بلوك. في كمان ان انتوا هتحذفوا ناس من حياتكم بتاعة مشاكل، ناس من حياتكم قريبة منكم بتدعي ان هي بتحبكم او بتدعي ان هي حبالكم الحياة الحلوة. عندكم شخص اناني، مين هو؟ شخص اناني وغامض، ومش انتوا لحد الان مش فاهمين هو عايز ايه. هو اناني، ما بيفكرش غير في نفسه، ما بيفكرش غير في حياته بس، مش حابب، يعني مش حابب وجودكم، بتهونوا عليه، الله اعلم، بس مش سيبكم منه، ابعدوا عنه. في كمان اشياء بتستجدوها في حياتكم الفترة دي، عندك طاقة قوية بس في مشاكل في السماء عندك، مش عارف تشوف الحقيقة صح ولا عارف تسمع الحقيقة صح، علشان كده عندك مراقبة، عندك كلام، مواجهات، ربط احداث، حاجات كتيرة جدا في حياتك الفترة دي. دي من الفترة دي احب اقول لك او احب ابشرك
انها تكون من اجمل الفترات لحياتك. اللهم صلي. بس انت هنا صغير سن بس شايل مسؤولية كبيرة، صغير سن بس شايل حمل كبير، شايل هم كبير لوحدك ومفيش حد جنبك، وطال انتظارك في هموم، طال انتظارك في حاجات في حياتك كتير جدا الفترة دي. عندك هنا اعجاب، حد معجب بيك او مشدود اليك، حد عايز يكلمك، هيبدأ معاك علاقة حب، ممكن تكون من صداقة لحب او من اعجاب، هتدخل في كلام وتفاصيل كتير. عندك راحة بال الفترة اللي جاية في حياتك العاطفية، دايما متناقض، مفيش استكمال، في خيانة عندك، خلوا بالكم في خيانة هتكتشفوها، فياريت تخلوا بالكم من نفسكم وتعيشوا وضع بلاش تضحوا، بلاش تفضلوا طول الوقت تتنازلوا وتدوا الشريك لدرجة ان انتوا عودتوه ان انتوا تدوا، عودتوه ان انتوا تقفوا واتخذلتوا منه. عيدوا ثقتكم بنفسكم وما تخلوش اي حاجة تأثر عليكم. قرارين حيرانين فيهم او موضوعين حيرانين مش عارفين تاخدوا فيهم خطوة ولا تاخدوا فيهم قرار، بس عندكم اسئلة كتير، تجمع اسئلة بطريقة كبيرة، بتسأل كذا سؤال في نفس الوقت. عندك ربط احداث حلو، الربط ده هيخليك تطلع من اللي انت فيه، بس فيه دموع نازلة، في دموع نازلة منكم. ليه؟ اكتشفتوا سر ولا لسه؟ في سر هيكتشف، وفي ورقة هيتفتح، وفي كلام هيتقال، وفي مواجهة تخص الاهل او مواجهة مع حد تخص الاهل، والمواجهة دي هيجيبوا اللوم عليك انت، فخلي بالك وما تغلطش ووازن امورك. في حسد شديد مسيطر عليك ومسيطر على البركة بتاعتك، مسيطر على الرزق بتاعك، مسيطر على حاجات كتيرة جدا تخص حياتك. في كمان هنا فراغ وحياة جديدة، وهتطلع من الخوف والقلق اللي انت عايش فيه في محيطك، وهتنسحب علشان هتحقق الأمنية بتاعتك العاطلة بقالها مدة بتعاني منها. انت عشت فترة فيها قلق، فيها خوف، فيها توتر، فيها طاقات سلبية، بس احب ابشرك عندك خبر حمل او طاقة انجاب بإذن الله. بعض منكم ممكن يكون ناوي يعمل عملية جراحية، ممكن ناوي يكون ناوي يعمل عملية معينة، اعملها وانت متأكد، او لو في حد عندك ناوي يعمل عملية يعملها، وان شاء الله بإذن الله هيكون خير، ما يقلقش من حاجة طول ما هم متوثقين في قدرات ربنا. في كمان هنا ظهور اشخاص في حياتكم في مجال شغلكم الجديد، او مجال حد جديد في حياتك، بس انت في حد عايز تشاركه في مشروع والحد ده ما بيردش عليك او مش مديك عقد نافع، بتحاول تسعى لوحدك، بتحاول تشتغل لوحدك، بتغير نظامك، بتغير تفكيرك، بتحسبها بالورقة والقلم اكتر عن الاول، بتعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة في حياتك، ودي من اجمل الفترات اللي انت هيكون فيها تغيرات عندك. عندك بيع وشراء، ناوي تشتري، ناوي تبيع، ناوي تطلع، ناوي تسد، الله اعلم، الله اعلم انت ناوي على ايه. انت من كتر ما انت عايز، من كتر ما انت ناوي، من كتر ما انت بتفكر، ما بقيش حد فاهمك انت عايز ايه ولا انتوا بتفكروا ازاي. دماغكم بدأت تشتغل اكتر من الاول، بدأتوا تعملوا حاجات مختلفة، بدأتوا تنتصروا على من عداكم، بدأتوا تمتلكوا حاجات مختلفة، بدأتوا تحصدوا من اللي انتوا زرعتوه الفترة اللي فاتت، زرعتوا كتير وخاب ظنكم كتير واستسلمتوا كتير واديتوا كتير وعملتوا حاجات كتيرة جدا محدش يعملها، حان وقت ان انتوا تقعدوا. مين الحد اللي عامل زي الغراب اللي دايما بيحاول ينق عليكم؟
حد كده نقاب، ما بيجيبلكش ما بيجيبلكمش غير الاخبار اللي زي وشه بمعنى اصح، او بتحسوا دخلته عليكم بتقولوا خير اللهم اجعله خير، صح؟ في حد عندكم في حياتكم كده نقاء بيجيبلكم اخبار سيئة، بتحسوا ان هو الشخص ده شخص اصلا غلط ان هو موجود في المحيط بتاعكم، شخص ان هو غلط ان هو موجود في حياتكم، الله اعلم، بس الشخص ده نقاء وادمه ادم مش خير، مش خير خالص، فخلوا بالكم من نفسكم، ولو عندكم وجع في جسمكم لازم تعالجوه، ولازم تطلعوا من اي مشكلة حتى لو كانت صغيرة. دايما المشاكل بتبدأ صغيرة بس بعد كده بتكبر وما بتعرفوش تسيطروا عليها. عندك تعزيز علاقة، تعزيز راحة مرة تانية، هتحصن نفسك ليل ونهار علشان خاطر مفيش حاجة تأذيك. عندك كمان خبر حلو طال انتظار، الفترة دي انت محتاج تهتم بنفسك قوي، ارجع عيد اهتماماتك بصحتك، ارجع اهتم لنفسك جدا. عندك مشكلة في شعرك عالجها، عندك مشكلة في بشرتك عالجها، مشكلة في صحتك عالجها، مفيش اي مشكلة تسيبها حتى لو كانت قليلة او صغيرة. الفترة دي انت داخل في اكتئاب، ليه؟ داخل في حيرة، العين مركزة عليك قوي، العين صايباك بحسد شديد، وعين قوية من واحدة ست بتلعب أدوار كتيرة، العين قوية وحاسداكم بمشاكل، حاسداكم بعراقيل، عاملة لكم ضغط نفسي أو عاملة لكم مواضيع كتيرة جدا بتتفتح في حياتكم بسبب العيون اللي موجودة في حياتكم من الأشخاص المنافقة اللي كذابة اللي بيحاولوا يلعبوا على كل الأطراف. نجمة خفيف، ومعنى ان نجمة خفيف يعني تداري وتكتم، معنى ان نجمة خفيف يعني ما تتكلمش كتير عن اي حاجة، حاول تكتم، هتلاقي المواضيع اتأثرت وهتلاقي الفترة دي فترة راحة او فترة حياة جديدة، فترة تغيير امور، انطلاقات هتطلع منها، احداث هتكون من صالحك، الله اعلم، بس هيكون فيه امور جذريه هتحصل الفتره اللي جايه وانت اللي هتشتغل عليها بنفسك، انت اللي هتحصل عليها بنفسك. عندك هنا شراء ملابس، شراء مكان معين، ناوي تطلع من المكان اللي انت فيه او ناوي تشتغل على نفسك، او انت هيكون عندك شراء ارض، شراء بيت، شراء شقه، الله اعلم، عربيه، الله اعلم، بس انت عندك شراء وعندك مبلغ من الفلوس هيتصرف. في ناس بتراقبك وفي اتنين ستات بيتفقوا عليك، اتنين ستات وشهم رفيع بيتفقوا عليك، مش حابين لك الخير ومركزين في ادق التفاصيل حياتك، فعشان كده احتفظ باسرارك، ولو كان فيهم حد عامل حبيبك ما تأمنش لاي حد تاني، كون حويط وكون حريص. عندك غيرة، حد بيغير منكم، حد بيحاول يحقد عليكم. في كمان حد ظلمك وانت فوضت امرك لربنا وقلت انا مستحيل اسامح في حقي، انا مش هاخد حقي بس انا مستحيل اسامح فيه، ورميت همومك على ربنا. خلي لي بالك من نفسك، الفترة دي هيكون عندك سفر، لأما سفر مفاجئ لأما أنت عمال ترتب له. أنت حاسس بالغربة حتى لو وسط ناس من الملايين، اليومين دول حرفيا حاسس بالغربة، حاسس بالتكتف، حاسس أن أنت متكتف، حاسس أن أنت ما بقتش أنت، ملاحظ أن الوضع اختلف، ملاحظ أن أنت ما بقتش أنت، مش هو ده نفس الشخص اللي كان بيحب الحياة، بيحب الناس، بيحب التجمعات، بيحب الكلام، أصبح بشكل مختلف، أصبح ساكت أكتر ما كان بيتكلم. ده أحسن ما فيك، إن أنت بدأت تغير من نفسك، إن أنت بدأت تشغل أمورك، بدأت تطرد ناس من حياتك، بدأت تحس أو بدأت تعرف إيه الأشخاص اللي موجودين في حياتي دول، إيه دورهم، عايزين مني ايه، يا هل ترى مستنيين ايه،
بدأت تشتغل على نفسك، دماغك شغالة، في كلام كتير في حياتك أو يخص مواضيع بتتفتح قدامك وبتاخد فيها خطوات جذرية. الصدمة اللي واخدينها في حياتكم مش قليلة، انتم واخدين صدمة قوية، الصدمة دي مأثرة، ملخبطاكم، عاملة لكم عراقيل، عاملة لكم دوخة، فهي فترة وهتعدي، مش هتفضلوا دايما بأي حاجة تخص حياتكم، في تحسنات، في تغيرات، في تبشرات، ما تقلقوش. مش معنى كده ان انتوا تعبانين حاليا فتحسوا ان الدنيا كلها جاية عليكم، لا، لو انتوا فضلتوا مستنيين او بتستعيدوا ثقتكم بربنا هيكون عندكم اخبار حلوة الفترة اللي جاية او تحسن. في هنا احلام بكوابيس كتير، كذا كابوس بتحلموا بيه، والكابوس ده مخانقكم لدرجة ان بتصحوا من النوم ملكمش نفسه بأي حاجة. اليومين دول انت من اكتر الايام اللي بتفكر في حياتك المادية، بالك مشغول بامورك المادية جدا، طال انتظارك في امورك المادية، وعشان كده شغال على نفسك جدا الفترة دي، مستني ارباح، مستني فلوس، مستني حاجات تخص الفلوس عندك في حياتك. ليه؟ علشان طال الانتظار، عليك ديون، عليك حاجات لازم تدفع في الفلوس. في كمان تبادل ألوان، هيبقى في احتفال بألوان، هيبقى في احتفال، انت بتحب بعض كده، بتحب التجمعات، بتحب الناس، بتحب حاجات كتيرة جدا في حياتك، ففي رسائل هتجيلك او في مكالمات هتبقى من نصيبك، اخبار طال انتظارها. وخلي بالك انت مستحمل كتير، فما تخليش حد يلعب في عداد عمره معاك ويحاول يصدمك، علشان خاطر انت مستحمل وساكت حاليا، بس مش طول الوقت هتفضل مستحمل، مش طول الوقت هتفضل ساكت. في كمان الاجواء هتكون مسلطة عليك، وده بيدل ان انت هيكون عندك سفر او نجاح، او نجمك ساطع من اول البدايات. الايام اللي جاية هتبدأ تتخطى المشاكل، وهتبدأ تبعد عن أي حاجة صعبة في حياتك، علشان هيكون فيه أمور حلوة، روحك حلوة، وبتعرف تكسب محبة الآخرين في حياتك، أو بتعرف تكسب محبة الناس اللي موجودة في حياتك، الناس اللي هي أو بتعرف تكسب كده الناس، بتحب تطلع الناس كلها من الهم، بتحب توزع طاقة إيجابية على أشخاص كتيرة جدا في حياتك، رغم إن هم ما يستاهلوش إن أنت تعمل كده أو تضحي بكده. بيخفي وبيداري، بتخفي أوجاع وكاتم وداري، قلبك بينزف، قلبك موجوع، حاول تطفي النار اللي جواك، حاول تطلع، حاول تبعد، واحذر لي من اي خطوة فيها تسرع، من اي قرار فيه تسرع، من اي مشكلة فيها تسرع، اثبت وجودك، ابصم، امضي، اشتغل، عافر، ما تفضلش في الحالة اللي انت فيها خالص. في علاقة هتستجد، في امور هتبقى فيها انطلاقات حلوة، وفي امور هتبقى منعكسة الايام اللي جاية، في كذا حاجة هتتفتح قدامك، في طاقات سلبية هتطلع منها اللي متوزع عليك ومخلياك حيران اليومين دول، وعلشان كده طول الوقت ماسك في دماغك وبتحس انه في حاجات غريبة بتظهر لك في جسمك، بتبقى قاعد في امان الله وفجأة تحس خيال، فجأة تحس حاجة ماشية قدامك، حاجة ماشية وراك، تتلفت ما بتلاقيش أي حاجة. بتحصل معاك الحاجات دي، بيحصل معاك دوخة، خنقة، إرهاق، تعب، نفسي مسدودة من غير أي سبب. في طاقة فرج، طاقة الفرج دي هتبقى حلوة جدا لحياتك، هتطلعك من أمور كتيرة جدا في حياتك بإذن الله، وهتعود ثقتك بنفسك. ليه؟ عشان خاطر هتحصد اخبار، هتحصد حاجات، هتعمل امور
بإذن الله بداية حلوة. خلي بالك البداية الحلوة دي هتزود من الدخل بتاعك اللي انت بالك مشغول بيه. شوف انت بالك مشغول بإيه، انت هتطلع من الهم، من الصدمة، من العراقيل، وهتكتفي بنفسك، هتكتفي بذاتك. الفترة اللي جاية هيكون عندك اكتفاء بالنفس، وهيكون عندك خطوة جديدة، خطوة مستجدة. بس عندك خوف من المستقبل، خايف قوي، خايف انت اصلا تخطي خطوة تخص المستقبل. ليه؟ المستقبل بتاعك انت مش عارفه ولا ضامن ايه اللي فيه، فياريت تمشي وانت متألق، وخد خطوة لقدام، وارمي ورا ظهرك اي مشاكل، اي موضوع. لو كان في شخص بيتفق عليك ارميه ورا ظهرك، ولو كان في حد بيحاول يضحك عليك ولا ينفق فيك ولا يخدع فيك ارمي ورا ظهرك. اي اذى، اي تردد، اي صدمة، اي مشكلة ارميها ورا ظهرك. حاول تفتح الاوراق وتلملمها وترميها. ليه؟ علشان تستقبل الايام اللي جاية من حياتك. ما تفضلش طول الوقت عايش على الماضي، ما تفضلش طول الوقت انت اللي متخان ومظلوم ومتهان. بص لنفسك شوية، بص ان انت بتكبر مش بتصغر، وحاول تستجدد من امورك الشخصية. ربط احداث شديدة مع علاقة حب جديدة. اللهم صل وبارك. عندك هدية غير متوقعة مع ربط علاقات، امور حلوة بإذن الله. انت خايف من حد قوي، خايف ان حد يسيبك او حد يبعد عنك، خايف ان حد يبعد عنك فجأة كده. في امور عندك خايف منها قوي، رغم ان جايلك من ورا الامور اللي انت خايف منها دي انتصار، جايلك خير. انت عندك حد واقف في ظهرك وسند ليك من بعد ربنا، بتتسند عليه في وقت ضعف، بتتسند عليه في وقت انت بتكون محتاجه. صح ولا غلط؟ الحد ده بيحبك قوي، الحد ده هيوقفك على ارض صلبة، ولو انت خايف ان انت تفقده هيوقفك برضو على ارض صلبة. الحد ده بيحبك، خليك دايما جنبه وتبشر دايما بالخير. قضية هتكسبها، ارباح هتزيد عندك الله اعلم، اوقات ممتعة هتقضيها في حياتك. بس خلي اعصابك هادية، وما تخليش اي حد يضحك عليك ولا اي حد يأثر عليك في اي مشكلة. خلي بالك انت من اكتر الناس اللي عانت في حياتهم، استقبلت الاوجاع بالصبر، رغم ان الحياة كانت قاسية عليهم، رغم ان حتى احلامهم كانت مزعجة، رغم ان هم اتظلموا كتير واتخانوا كتير، رغم ان اتحملوا قاسية وتحملوا ظلم، تحملوا اوجاع، وبرضه ما يقسوش. قالوا احنا لينا رب كريم، وطول ما لينا رب كريم احنا مش قلقانين من حاجة. وعشان كده هيكون عندكم بعض التعزيز اللي في حياتكم، بعض الانطلاقات اللي هتقضوها في حياتكم الفترة اللي جاية، علشان خاطر انتوا ناويين، انتوا مش عارفين انتوا ناويين على ايه، بس تأثير القمر عليكم هيطلعكم من اي ازمة، هيخرجكم من اي ضيق، هيأثر عليكم القمر في البداية. وعشان كده هيكون تغيير جذري او تغيير بشكل كبير في مجرى حياتكم، في طاقة تفكيركم بالاخص، في كده في طاقتكم. انتوا بتكرهوا الروتين، ما بتحبوش تناموا وتصحوا في نفس الحاجة، وهو ده اللي عامل لكم مشاكل. خطوتين اتنين بالظبط، وهتوصلوا لكمة العليا، هتوصلوا لأشياء جديدة، لأخبار مستجدة لحياتك، حاجات كتيرة جدا انتوا هتختاروها بنفسكم او هتعملوها، ومش هتخلوا اي حد او مش هتسمعوا كلام اي حد زي الاول. هتبدأوا تشتغلوا، هتبدأوا تغيروا، هتبدأوا تنتصروا، هتعملوا حاجات كتيرة جدا في حياتكم مختلفة بإذن الله. طال انتظارها، في تقدم، ما تقلقوش من اي حاجة. هيكون عندك خير برضو هتحصده لحياتك الفترة اللي جاية، علشان انت بتشتغل على نفسك قوي قوي، فما تخليش اي حاجة تسيطر عليك، واشتغل على حلمك، وان شاء الله بإذن الله رسالة ربنا تكون كلها خير.
حط النية بتاعتك يلا، علشان الرسالة هي اللي هترد عليك ان شاء الله بإذن الله. انا حاسة ان رسالتك هتكون فيها ازدهار او فيها حاجة حلوة. بسم الله ما شاء الله عليك وعلى رسالتك. لا بجد انت كده تتحسد، بسم الله. طيب قول لي بقى ايه اللي في بالك علشان خاطر رسالتك تطلع بالشكل ده؟ في أمنية ببالك شكلها عميقة عشان رسالتك طالعة حاسس إن هي ردة عليك. بسم الله. تلك الدعوة التي ينبض بيها قلبك ربنا هيتممها لك بإذن الله الفترة اللي جاية، بس أنت رددها على لسانك وملكش دعوة. إيه رأيك بقى؟ يعني الدعوة اللي أنت بتنبض في قلبك بإذن الله ربنا هيكملها لك في الوقت المناسب لحياتك. بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا هيفاجئك بتغيير بفرحة طال انتظارها، بس خلي أعصابك هادية، خلي عندك يقين إن ربنا هيصلح الحال لشأنك.